كان عندك امتحان النهارده ايه؟ فرنساوي. فرنساوي. الماني ان شاء الله. فرنساوي. كان عندي امتحان الماني. فرنساوي. فرنساوي. ايه انطباعك عن الامتحان؟ لا امتحان صعب جدا، امتحان في مستوى الطالب الالماني والله، مش مصري خالص يعني. الشوز بس كان صعب شويه. هو كان حلو حلو مش وحش، بس الجرامر كان صعب شويه. كان متوسط. لا ما بين الطالب المتوسط والمتفوق. يعني امتحان في مستوى الطالب الالماني، في امتحان مستوى الطالب الالماني مش المصري. اصعب من امبارح. امبارح كان سهل، النهارده كان صعب. يعني هو صعب مش سهل. والله هو الامتحان عامة كمجمل وحش، هو يعني لو كمان نجحت يبقى كويس بأمانة الله. والله الامتحان صعب، كلماته أصلا يعني الكلمات كلها مش جاية من الكلمات اللي هي اللي احنا أساسا المفروض إن هي عندنا في المنهج. وقته قصير، يعني وقت الامتحان نفسه قصير، ونوعية الأسئلة صعبة، كذا قطعة كتير، واللجنة كانت يعني المراقبين كل شوية بتشتت فينا، كل شوية حد يدخل لي ورقة عشان أمضي عليها، فيعني عمالين يشتتوا فينا كتير. هو النهاردة المتفوق. كان فيك تريكات في الامتحان كتير؟ يعني أنت عندك القطع والجرامر، كان يعني الجرامر كان تقيل. لا كان في تريكات. في الأسئلة، في القطعة، فقرات وكله، والجرامر وكله. في القطعة. القطعة صعبة قوي. القطعة كان في قطعة مش مفهومة. والقطعة التانية مفهومة. بس أسئلتها لفة. 33 سؤال. كان كافي. كان كافي المراجعة والحل، تاخد وقتك، وكان في وقت يعني انك تراجع فيه كويس. بالنسبه ل 33 كان حلو. لا خالص، ساعتين على 33 سؤال، وكل شويه مدرس يخش يمضي على ده ويمضي على ده ويعمل على ده، ومفيش وقت. كان كافي. كان كويس على 33 سؤال، كان كويس، احنا خلصنا بالوقت ما يخلص. وفي ناس كانت ممكن تقعد ساعه، يعني ساعه وخلصت، هو ساعتين.